اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحول الى استاد الاهلي والسلام مع زملائي الاعزاء، كل من زميلي العزيز ابراهيم عمر وزميلي العزيز عامر نبيل، قبل انطلاق هذه المباراه الاهلي والمقاول العرب في الدور ربع نهائي بطوله كاس مصر 2022. نبدا مع زميلي العزيز ابراهيم عمر، وماذا عن المعسكر الاحمر في ظل الغيابات في الخط الخلفي للنادي الاهلي؟ زميلي العزيز كابتن تامر صار، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدين تايم سبورتس في كل مكان. لو هكلمك عن غيابات النادي الاهلي، بالتاكيد عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي بيغيبوا، تقريبا طقم المساكين كله النهارده بيغيب، بيشارك كاساسي ياسر ابراهيم وجنبه محمد هاني كاثنين مساكين في تشكيله النادي الاهلي. يمكن بيغيب حمدي فتحي، بيغيب اكرم توفيق، بيغيب محمد عبد المنعم، بيغيب ايمن اشرف، عدد كبير جدا من اللاعبين، ايضا محمود متولي، لكن كلهم بحاله صحيه جيده جدا. يمكن النادي الاهلي النهارده كولر استبعد حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم لان هم لسه راجعين بقالهم يومين بالظبط لتدريبات النادي الاهلي، فما فضلش ان هم يكونوا موجودين في مباراه اليوم. ايمن اشرف يمكن رجع تم حقنه بالبلازما وهي شارك في التدريبات الجماعيه بعد 10 ايام بالظبط. يمكن محمود طولي ايضا شارك في التدريبات الجماعيه وهيدخل بدايه من المباريات المقبله للنادي الاهلي. يمكن اجواء هاديه جدا هنا في استاد الاهلي والسلام، وعدد الجماهير يمكن محدود جدا يا كابتن تامر، يعني ممكن من دلوقتي لغايه بدايه المباراه ممكن يبقى فاضل نص ساعه او 35 دقيقه، ممكن نلاقي عدد قليل جدا لكن العدد قليل جدا في الملعب. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا من استاد الاهلي والسلام. وكلمه تعود اليك الزميل العزيز كابتن تامر صقر، تفضل. شكرا لزميل العزيز ابراهيم عمر، منه للزميل العزيز عامر نبيل قبل انطلاق هذه المباراه مع ذئاب الجبل فريق المقاول العرب الذي يماني النفس بمفاجاه اليوم. اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان في مباراه ربع نهائي كاس مصر التي تجمع ما بين فريقي المقاولون العرب امام النادي الاهلي هنا من استاد الاهلي والسلام. نادي المقاولون العرب بقياده مديره الفني الكبير الكابتن شوقي غريب الذي يسعى الى تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. يمكن وصل فريق المقاولون العرب الى ملعب المباراه في تمام الساعه 3:30 عصرا. يمكن كابتن شوقي غريب النهارده كان خلال المحاضره الفنيه بهناك تعليمات صارمه وشديده الى ثلاثي خط الدفاع، فطبعا هو فاروق نور الدين واللاعب احمد علاء وعمر فايد، من اجل طبعا يعني غلق المساحات وتحديد خطوره مهاجمي النادي الاهلي في مباراه اليوم. خلينا اقول لك يا كابتن تامر ان فريق المقاولون بدخل لهذه المباراه يفتقد العديد من العناصر ايضا مثل فريق النادي الاهلي، ابرزها طبعا عبد الله محمود مدافع الفريق، وايضا في وسط الملعب محمد حسن الليله، واللاعب محمود فهمي، وايضا سيف العجوز القادم من فريق الجونه. ايضا يغيب عن هذه المباراه طبعا لتحصله على البطاقه الصفراء مع فريقه السابق في بطوله كاس مصر من العام الماضي طبعا محمد رزق لاعب خط الوسط. يمكن فريق المقاولون استعد لهذه المباراه بخوض مباراتين وديتين، الاولى كانت امام سبورتنج وتفوق فيها فريق المقاولون العرب بثلاث اهداف دون مقابل، وفي المباراه الثانيه طبعا مباراه وديه اخرى كانت امام فريق البنك الاهلي وتفوق المقاولون العرب بهدف دون مقابل سجله طبعا اللاعب عمر سافيولا النهارده اللي موجود طبعا مع فريق المقاولون العرب. كابتن تامر ومشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، دي ابرز الاخبار والكواليس لنادي المقاولون العرب. الان العوده لك واستكمال التحليل، تفضل. شكرا للزميل العزيز عمر نبيل من استاد الاهلي والسلام، وشكرا ايضا موصول لزميلي العزيز ابراهيم عمر قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه الاهلي والمقاولون في الدور ربع النهائي لبطوله كاس مصر 2022.